في بعض أساتذة الجامعة، لأن إحنا المسؤولين عن ما أصاب الجامعة وعن هذا التدهور والتدني في العلاقات والأعراف والتقاليد الجامعية. وهناك أناس كانوا يسكنون معه وهو طالب في المدينة الجامعية وينقلون إليه معلومات خاطئة، وهو اعترف بهذا. بعض الناس كلموه من غيره فقال لهم: والله جاءتني معلومات يبدو أنها خاطئة، لأنه تذكر قرار الخطوة السرية اللي هي عملية الإيقاف والمطالبات المالية، فكانت مبنية على أنني أعمل في الأزهر وأتقاضى مبالغ كبيرة. والدكتور جابر قال في هذه العبارة: ومن المؤكد أنه يأخذ راتبا رسميا من في المكتب الفني للأزهر. فبعض زملائي في المكتب الفني تكلموه وقالوا له: الرجل امتنع عن تناول قرش واحد، وكانت الرواتب عندئذ بالدولارات وكانت مغرية. ولكن أنا رفضت من شيخ الأزهر أن يعطيني سيارة سوداء فارهة، وكنت أعتبر أن الذهاب، وليس عندي سيارة، وإنما كنت أعتبر الذهاب للأزهر حتى لو ماشيا نوعا من العبادة والخدمة. فلذلك رفضت سيارة ورفضت أي تسهيلات ورفضت الراتب، ولم أكن وحدي. ذكرت أن الدكتور ممتاز السعيد الوزير الأسبق شاركني هذا الموقف، فمعلوماته لم تكن صحيحة. ثم حتى في آخر قرار أو في آخر كلام قاله إن حسن ترك المكتب الفني منذ أسبوعين وأنا تركته منذ أكثر من سنتين. يعني لو أن الرجل يحترم زملائه أو أساتذته لاستدعان، يعني كما حولنا على المحقق، كان لا يضيرنا أن نلقى رئيس الجامعة وأن نوضح له كل شيء. عايز توضيح لنقطتين.